السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأريكم كيف تغيرون هذه الصورة البانر واللوجو. سنبدأ بالبانر أو صورة القناة. سنضغط، نأتي إلى هذا الزر، نضغط هنا، سيعطينا اختيارات هنا. يا لو عندكم غاليري أو تريدون من الغاليري في صور هو مقترحة من اليوتيوب أو من الجوجل أو من الأبلود، يعني عندكم في الغاليري، في الغاليري تبعكم صور. نأتي من هنا، نضغط وننتظر قليلا، طبعا أحيانا يأخذ بعض الوقت. أتمنى ألا يطيل. مع التسجيل يصعب أن نأتي نأخذ نعمل أبلود من هذه الصور. سألغي العملية، سأعيد الكرة. أتمنى أن تعمل هذه المرة. أبلود من هنا، من هنا. عندي صورة من هنا، سأخذ الصورة، سأختار الصورة التي أريد، هذه الصورة، سأضغط هنا، هكذا هنا في الديسكتوب ستظهر بهذا الشكل، على التي في تظهر بهذا الشكل، وبالموبايل ستظهر على الشكل. يمكن أن نعمل adjust the crop، ونأتي إلى هنا ونعمل بعد التعديل لو نريد فوق أو تحت كما نريد، هكذا أو في الوسط هكذا، ونعمل select وننتظر. هذه هي الصورة، لقد غيرنا البانر هنا. الآن سأريكم كيف تغيرون اللوجو. اللوجو سنضغط على هذه الكاميرا الصغيرة هنا. Your channel icon comes from your Google account. Change may take a few minutes to show on your channel. مش مشكل، احنا سنغيرها. وكما تعرفون أن يقولون أنها تأخذ بعض الدقائق لكي تظهر على القناة قناتنا. نعمل أبلود فوتو ونأتي هنا ونختار أي فوتو إحنا نريدها أن تكون اللوجو أو الأيقونة لقناتنا. مثلا أوكي، سأختار هذه، يعني عشوائي، أنا أعمل هذا للتيتوريال فقط، ونعمل أوبن. وهذه هي الصورة، يمكن أن نعدلها من هنا هكذا. أنا أريدها هكذا، يوتيوب انترو، ونعمل دان وننتظر. هذه هي الأيقونة، قد غيرت، ولكن هنا ستغير بعد دقائق، لا ليس الآن، بعد ساعات أو دقائق على حسب اليوتيوب. وما يعني وما أحيانا يأخذ وقت وأحيانا لا يأخذ وقت كثير. أتمنى أن يكون التوتوريال مفيد لبعض الإخوان الذين لا يعلمون كيف يتعاملون مع هذه الأشياء البسيطة، ولكن بعض الأحيان تكون بسيطة ولكن مهمة جدا. وإلى الملتقى في فيديو قادم بإذن الله تعالى. شكراً.